ايش قال يا اخي. انا بقى بفضفض الحاجه. تفضل هذيك اللي قطعتها اقطعها على العشاء. تعال اقول لك بفضفض لك وش هي بفضفض لك حاجه. اوه علي عبيد بلعك الله يا الله طلعت انا الكريم ما شاء الله عليك يا خوي الله بس لا لا بقول لك حاجه صدق والله. من اللي منكم اول شيء عشان اعرف افضفض من منكم مواليد 90؟ تسعين يا صافي ايه دخل بالتسعينات. ايه انا من التسعينات. وش يعني في احد بالثمانين؟ يا اخي ما في احد ما في ناس عندنا بالألفين. والله احنا في كم هالحين؟ انا تسعين. وين وين وين؟ بدري بسم الله على قول بدري اوه اوه تعال يا ولد. طيب اسلم انقل يا اسلم تسلم. شوف من المواليد 90؟ اعطنا كلام. شفت الكلام يا كفي؟ والله لا اشتكي والله كلها 90. مو معجبك عطني ارجع. كلنا مواليد 90 التسعينيات العظماء والله. هذه محلبيه. اي والله. انت كم 99 ولا 95 ولا 97؟ انا 92. لا اكسرها. لا زود عكس. خلاص بعيونك 97. انت كم؟ 97 والله؟ 96 او 98 ما يبدي. 99 اطلع برا. ليش؟ انت ولدت يوم جاء الصل يوم غير شيخ الصل. يا اخي مواليد 90 وش الصالون؟ ايه ايش الصالون؟ الصالون الجمس. اسمع شو تاهو ترى صدق تاهو الكراسيدا. لا لا ما هي لا ترى صدق عندهم الصالون تراه الامريكي. ايه طيب وش الصالون؟ ايش؟ احنا نعتبر الجيب صالون القديم يا اخوان. انا قمت مواليد 90 يا اخي دخلوني مواضيع والله يركضوا. اسمع احنا جايين هنا ما نبي تقاطع صوت نبي فضفضه. اسمه جلسه فضفضه. اي والله الجلسه هذه بنسميها فضفضه. اي والله مو معجب. انت ليش فضفضه؟ تقاطع صوت ما تقاطع صوت. اوه يا خوي البث خوي البث. اي والله خوي البث. يلا يا انت ما بسمعك الكلمه دي تحت البث. اسمع ايش بالشباب عليك؟ ايش في الشباب زعلانين منك؟ اوه عايض اشكال عشان ما يكرمه اشكلت الرجال. اوهو اسمع يا اخي اسمع عليك عايض مو تعايض هاك عايض 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 كذا تكمل ذي هاك عايض عايض هاك عايض هاك لا 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 بسم الله عليك انا اللي منكم كان اذا جو يبغون يعلمونه ولا يدقونه ولا يمسكون يدهم يضربونها في بعض. كيف ذي؟ دي نزل قاع عشان توزن المعلومات. اسمع اول حاجه يو ترى توجعني والله في راسي. تكفى والله مصدق. تمام طيب اسمع اول شيء مواليد التسعينات. انا من جيل التسعينات. الموضوع هذا مستهلك داري كثير. الجيل الدرامي. الجيل الدرامي. لا والله نجيل اقسم بالله. من هو جيل درامي؟ والله انه مو جيل درامي. والله انه اعظم جيل. اسمع انه جيل مضطهد. سالوه من الصدق. والله انه جيل مضطهد. حنا ها لا اللي حنا صرنا مع الثمانين وانبسطنا ها وراحت ما ولا اللي صرنا مع الالفين ودخلنا كذا. وارسوا. مره ايوه لا جتنا هنا ولا جتنا. اول شيء جيل الالفين تزوجوا ومشوا حياتهم وراحوا. حنا جيل التسعينات لعبنا. أنا طلعت يوم تركي مشبب كان تعبان طلعت معه شفت الجوال قاعدين نلعب الناس كلهم يلعبون وأنا أرقص معهم كاتبين وش كاتبين فوق خالي الأربعين إذا دخل يلعب معنا. طيب صدقي لا يا أخي صغير أنا صغير والله صغير. لا صدقي والله صغير صدقي. هالتبخ ذا أكبر مني. الشيء الثاني هل ذاك مونت الشيء الثاني إحنا جيل اذا لعبنا وقالوا انت ويا انت كبار خليك معك اسمع كبار خليك خلص عود عيب خليك معك كبار وين جالس معك كبار قاعد انت تكبر نفسك انت راح اصغر وين فاحنا وين اضعنا تدري اني ما قمنت اكبر عشان اقوم على شيماء العشاء ها ايش ايش يا عايض ايش يا عايض اقول ما قمنت اكبر
كيف ما قبلت؟ عشان اقوم مع الشمال العشاء. هذا بيستانس بيقطع مفطح. هذا اللي الحمضيات هنا وجالس. الله يستر على خالي. المهم اسمع، خليني اكمل اقول لك احنا جيل مضطهد. ها؟ فنطالب من هذا المنبر. ها؟ اول شيء يعني اول شيء عجزنا نلعب. ولا تزوجنا واشتغلنا على ما بقيت شيء لو سويت يعني ما حد شيء ما سوينا شيء قسم بالله ما سوينا شيء وقفزتوا وتهبلت ما نقدر تدري تدري مره من المرات ها جالس انا بمول معي خالي حلو خالي ذا استهبل علي ضربني بحاجه وراح ركب وركض وراح جاي واحد قلت له كبرك تركض وراك كذا وخالي اكبر مني والله اكبر مني قسم بالله اكبر مني بس هو بيبي فيس شكله بيبي فيس فحنا مظلومين يعني جيل التسعينات يجيك واحد شكله كأنه عمره 50 أما حقين 2000 يجيك شورب ليش تسوي نفسك تكذب تقول مسك وماسة أخواتي هم بناتك ليش تكذب شوف شوف لا حتى مواليد الحين يجيك كذا شباب يا ولد إذا حصلته تحصل عمره 25 المدة يمكن 20 سنة إيه ما يتغير شكله ما يتغير شكله والله ما يتغير ها وتلقاها وش تقول كم ميلاد تقول ميلادي 2002 ها تقعد تدق مش انا ابو دا وما شاء الله ما شاء الله يعني تقعد على اثنين لا اثنين عيال اقسم بالله يوم كنت في المدرسه في الظهران السنه اللي راحت قبل سنتين يا درس ثلاث يوم اخش في صوت ثانوي وانزلهم عندي حصه رياض اقسم بالله اخوياي في يعني احنا مرحله ابتدائي بس احيانا اغطي ثانوي لما انزل ثالث ولا انزل ثاني ثانوي انزلهم الملعب العيال اخويا مدرسين يطقطقون علي يضحكون يقول علي وينك علي وينك قسما بايت الله يمكن في جسم عايض بعضهم ما شاء الله فهمت في طول في طول مساعد اطول من مساعد فهمت برجر دقن نواف شنب حاتم يا واد ما شاء الله تبارك الله يا واد انا اضيع بينهم قسما بالله انا اضيع بينهم تدري ايش قال يقولون كيف توجه وكيف تقول تعالوا يا ما انزل معهم الملعب اذا نزلت معهم الملعب خلاص ما يدرون اصلا توقف على جنب اطلع فوق عندنا في الجانبين زي الدرج زي كذا فاطلع فوق الدرج مي صفار اسمع كلام ولا اخذ المايك حق الساحه الداخليه يلا انت هناك هنا يا اوجههم من برا زي كذا ولا احيانا كذا اجيب بعلم مرجل عشان ما احد يغسلني قدامهم كذا ولا احد يخبطني والله يا اقسم بالله اني اسولف مع طالب اسولف معه كذا استاذ تكفى اقول يلا اصبك بس الله يصلحك استاذ واحد دوسري الله يذكره بالخير الله يصلحك استاذ والله ما تروح غلطه انا طالع زي كذا انا لله وانا يجيك جلطه التعليم هذا التعليم تراه اصعب بعضهم يشوف انه سهل والله انا اصعب مرحله مهنيه ممكن يجربها الواحد في حياته. ماشي. من اللي لحق على 3 كتب؟ ها؟ ثلاثة؟ في 3 كتب. دقيقة بس هكذا 3 كتب. اللي كانت القراءة صورة الكتاب. الولد. الولد اللي في السنارة. الولد بالسنارة. لحقت عليه؟ قراءة والكتابة اسمها. أنت معي؟ بس إيش أقول؟ القراءة والكتابة. من لحق على التعبير؟ الإملاء. الخاء. لا يزيركم زيلا. تعبير. خلينا نصير جروب نجسوا بعض. تعبير املاء خط قراءه الخط كتابه الخط الخط هذا ما تشوف الحاجه تخبرون القراءه والكتابه اهم ماده في الحياه كلها من لحق على امي ربك بيت امي بعدك كيف البيت يكون لا هذه بكتاب والله انا بكتاب يا الهي جدتي حلوه البسمتي جدتي جيل 2000 هالحين يتخرج من المتوسط يسوي له حفله يتخرج من الثانوي يسوي يا رجال حقين الروح يتخرج من الثانوي دقيقه يتخرج من الثانوي قدامه سياره جديده ومصروف شهري اي يدرس جامعه شقته مستاجرين هاله ويتزوج وعنده عيال يا ولد هاي وانت ولد وانا شنطتي وش والله العظيم السجاده فارشه كذا واقلبها والله كلنا ولف الكتب والله سجاده ولا جاني ديسك بضاري اشياء ابو حمد قصب لك بكتب يا ولك ويلا اذا نسيت دفتر الواجبات تدري منه الكشخه فيه تدري سوي دفتر الواجبات دفتر متابعه لازلك تدري منه الكشخه اللي يلف السجاده ويحط فوق هذا اللي يقفل السبت هذا فل الفل هذا مشكل السبت هذا كلنا نشعل اخوه الرجل لا ونجتمع قبل الطابور نجتمع ونلعب كره بالدباب
لا لا بعد فوق هذا نبيها تراب ونلعب والحد يلا يكرم من عندي مرمى ايوه وفوق هذا كله الفسحه وشو والله انا اخذ ببيت صمولي احطها اذا جات الفسحه الصمولي صرت نورقه قلت لك كذا مختفي من كثر ما اللي قدر طق عصير الشنطه بطاطس دقيقه بطاطس شطه اي تحط بطاطس بعد لا يسوون قد كانوا يعطونا فيها يعني شمبر المكينة قد كانوا يسوون بطاطس مقلي بالمكسر اوه هذا عندك ما جينا الا في اليوم المفتوح لا كان فيه يوم مفتوح الحين ما عاد فيه لا 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 انت عاد يوم مفتوح انت قلت لهم يسوون بطاطس مقلي يحطون فيها اكياس كذا يضرب عليه بشطه وكاتشب ايش انا تدري كنت اداوم بايش اصدم اطلق داوم شنطه دبلوماسيه هذه اقعد راح المحكمه اي والله كنت اداوم فيها لا وين اقول لك شيء كنت انا يعني عايش ايش على مستوى والله من افخر الملابس من افخر الشنط بس اني بكيت ولا ابتدائي ايش بكيت؟ دخلنا المدرسه صدق بكيت والله انا كليت عاي بكيت وبش بس والله اني بكيت انا والله اني والله انا 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 ولا في المرعب شنو البكية لا بكي لا والله اني يجي كل يوم على المستوى قصة رينا قصة اكبر العيال هذه قصة اكبر العيال اي دل انا اكبر العيال كذا انا اكبر العيال سالتي بعد عرفت انا اكبر العيال وكذا عرفت طبعا شوف التعليم اول 1424 1425 على ايام وزاره المعارف ما قدرت ايوه صح وزاره المعارف دالحين مساعد الله يستر مساعد اخوي صغير مساعد زهر لا لا هذا كبر راسه عرفت مساعد اخوي في ثاني ابتدائي والله يوم دخلوا لا فرحت معه سعودي انا معك لا تخاف قلت تراك اشغلتني الله يحفظك روح قوله قولوا ما شاء الله تبارك ما شاء الله يا ولد قال يا خلاص رحم والدي كان عندنا كوره ولا تزعجني توكل على الله يا رجال عاد والله اني استحيت رحت والله يوم دخلت انا انه فيلم رعب ايه طوابير تعال والفلكه انا باقي 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 اول يوم دخلت باقي باقي اول يوم هل تذكرونها ولا باء ولا الف ولا باء ولا جيم ولا دال اصف معي الشنطه تخيل شكل عياله كان تشل مطارة أكبر مني دبي ومعصب تاتا والله ما نبدأ تشل مطارة مطارة معي والله يا والله إني والله إني أضعف من التركية اسمه عبد الله الزهران ولا بعمر زعلني شطت أكبر مني أبوي هناك صح ولي الأمور لازم معي عبرة وأبغى كويس كويس أول ما قفى راح لا لا في خضم تعليم قوي لكن هو اللي مهون عليه يا اخي شوف شني ما نسيته وبدا تندرس كله صح درس ابتدائي متوسط ثانوي ما نسيته لدرس اولى ابتدائي هذا طبعا في اولى باء وجريمه كارثه انه يدخل علي ابوي وانا في الصف الثاني لازم الصف الاول لازم كرسيك الاول ندخل فصول دروس على طول ما في كذب ما عندي كذب افتح كتابك يلا عارفون اكتب عارفون باء قعد انا ادرس الف خمس ايام تعليم صح تعليم قوي لكن الاسلوب الاسلوب كان جاف اسلوب كان يا ولد فلكه يا لا لا تدري لا لا تدري اغسل يدك بالماء البارد وتعال لا لا تدري انت تدري اللي خلع قلوبنا المشاهد اللي شوفها قدامه يوم يضربون سادس وخامس سادس وخامس اعوذ بالله اللي كذا والله يا رجل كذا حق اللي الغاز حق الغاز اللي لا حق الشمعة على اصلا حق الطوائق حق الدريش لا لا اسود حق الغاز ايوه والله 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 انه يقول كذا تف 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 يجر اخر شيء نطالع تخيل وراعين بزران اولى ابتدائي نطالع بمشهد مروع
الله ما مشى داوم معي داوم معي باليوم الثاني قلت ابا ابانك قلت ابانك ادخل قلت انا في تانك انا من حبيبي مش معي خضره ابا انا كرا فبلع البكيه ليش هذا ام ابشر 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 انا تم التفعيل انا يوم كنت اقول ابتدائي اول ما دخلت ترى نفس سالفتي نفس هاي انا وش كنت يا صقر كنت وشو اول ابتدائي عندي الصوره والله كرافته شفت وجالس كذا دخلت المدرسه تنمح العود اي واقول لك وادخل يوم دخلت المدرسه وشفت الوضع كذا كان بتخيل العود اسمع اليوم الاول باتسيا دانا هاشمية اي عجز ما فيه راجع رجعوني يوم الثاني اخر شيء يوم الرابع جاب معي خالي الله يذكره خالي لافي نعم ابو ماجد مساء الله بالخير جاء وجابني قال هو كان دائم قبل ما تروح روح المدرسه وداني وكلني شوكولاتات وذا واستانست هيا يعني شفت وكنت انا قبل كنت اتابع تلفزيون ما تلفزيون بعد قبل اتابع شرطه فيديو فكان في نشودة والله اسمع كنت أتابع شرطة فيديو كان في نشودة اسمه يشوف يقول يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان قديمة ذي قديمة هذه قديمة ممكن 22 سنة هذه قديمة مرة الشودة ذي أيوة. شفت هذه لها غبار إحنا طلع من فيه غبار لا طيب طائر النورس حلق حلق هذه توقع هذه اللي قالت ذي توقع صارت جدة أقول لك يوم دخلت المدرسة تقام ولد 2000 ام الغبنه تقام ولد 2000 وقعد عليها عيال وانا وياكم جالسين اقول لك يوم دخلت المدرسه قريتي توت اسمع لك قال يوم وقفت الا المدرسه فل قال اسمع خليك قلت تعبان عندك مشاركه وقفن عندك مشاركه حط مكان عندي كان مدرسي اسمه اتوقع احمد مصري قال لي تعالي حاتم شافني مستحي قلت قال عندك تي قال حط معك الفم ما يسمعون صوت فمي والميكروفون كله صوت الميكروفون يا خالق الإنسان يا يا كمل وكل من زو يلا يا خالق وكمل يا خالق أنا تخلص من العظيم كان يقولون قبل يعني بخل بعيد عن التعليم يعني بس كانت الطفوله قبل طلعت بكيين والله انا ما بكيت لا الطفوله ها يا اخي طفولتنا وشو قبل الحين التعليم ترى كل شيء تطور الحين التعليم تطور وصار على افضل كفاءه قبل ترى وشو يعني الواحد يتطور صف رابع تكتب يعني بالقلم. تدري من قوه قبل كان في عندنا مدرسه سادس ابتدائي توقع انه متزوج شنب طقنا الشنب وكذا حاطين لنا صفوف عليا صفوف دنيا والله نصدق كان اولى وثاني وثالث احنا صفوف دنيا ورابع وخامس سادس صفوف اوليه ما ادري صفوف دنيا وش اوليه ورابع وخامس سادس صفوف كنت اتحمس متى ادخل ثالث ابتدائي عشان اكتب قلم حبر اوف وادي عندي ما ذال رابع تاريخ وجغرافيا ابي اكتب حبر اكتب رصاص ليه يا ولد يا اخي شو والله شيك على الاولى والله يا رجال اجي كيف الشباب وكنت اذا سويت انا اخويا امشي اخويا نحط ايدينا كذا ثلاثة نمشي مع بعض عشان ما إذا شفنا واحد خلي ندعس طاع ما يجي هاد بين أحمر أزرق أخضر أخضر مدري ليش بس يا أحمر يمكن لا أخضر الآيات لا تعال دقيقة التجويد هي كانت كذا والله يا رجال إنهم ناس أغبياء زي أنا كنت أدرس في تحفيظ القرآن لكن إيش معنا ناس أغبياء ليه والله إنه يتعلم غصب الطلاب الطلاب في خبط وهرب صح يا ولد في ناس ما في يا ولد تخيل لا انت الحين اخطيت ما يخبطك على طول في الصف بعد صلاه الظهر اي فلك هو في المسجد مسجد قدام الناس يلا على لا وكانت وقتها الكراسي خضر ايوه البيج الكراسي تنسل الشماغ ايوه دقيقه قابل الكراسي الخضر دقيقه الكراسي البيج والبنيه البنيه الخشب إذا طيب. جلت حطيتك بالمعصة تعال لا إيه والله أمسك الصورة إيه والله تعال يلا اجلس على الكرسي ودخل رجيلك وانت بالكرامة في الكرسي الثاني إيه عشان ما يمتر معه ولا تنزل ويأخذ شماك ويربط فيها بس بالله حسب يا 25 26 كم سنة
35 فوق ال 18 سنة من 24 سنة 20 سنة 20 سنة كان عندنا أخيرا جاء الموضوع اللي يقدر يسولف فيه يقول قبل 20 سنة الله 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 حلو هذي على طاير الأقلام لا فانت في أول علشان تدري قدك شايب بس على طاير الأقلام الحبيب علشان تدري قدك شايب صدق قبل 20 سنة على طاير الأقلام كان في مدرس يكتب ويشرح لازم نكتب وراه طبعا هو ما يمدي يخلص من الكتابة والشرح لصفه انت لا انت ايه مس حسبه انت الحصة مشى طيب كيف اكتب ولي ذاك اليوم معي قلم غالي حبر فرابت دي بس دقيقة اكتب وراه اكتب وراه اكتب وراه اثره ما يبغى احد يكتب خذ القلم مني تنبي يحطه في جيبه قال خذه مني والله بخمسة ريال والله غالي كانت شكل خمسة الوردية خمسة الوردية خذ القلم مني الله يستر عليك كانت تجيب تقعد معك اسبوعين ازلم ازلم خذ القلم مني مفتح الدريشه قال شفته يا روح دوره لو فوق الهنجر انظر فيه كذا شفت هم كيف فاتح ابو اشتري قلم ثاني خلص اما في اولى اما في اولى صدق دخلني ابوي شو انا اكبر واحد طريقه التعامل معي كانت غريبه عن اخواني كلهم اكيد كلنا اكبر واحد شكلنا هنا لا لا صدق صدق اخواني اللي تحتي كان يسوي مره اخوانك اسلم ابو اخوان اسلم اسلم والله والله بره والله انت ايه هذا كلنا ايه كلنا انطني وامشي قافله على الدوام والله دوام ها فاضي جلست تخبط الامر قبل الدوام وش نزلني بس حطني مع هذول اول يوم قلت تصرف ترجع في هنا في الرياض في الرياض في الرياض بكت وامشي مشيت الامور بس انا غبنت بعدين متى اخواني اللي بعدي يجي يسمعهم اول اسبوع وكلهم كلكم بديتوا انتظام كلكم بديتوا انتظام لا بديت انا تمهيد درست سنه كامله اول مستمع او اول اي اول ايش دام دلع يا مدلع تمهيد والله لا ما ما تمهيدي يسمونها اول مستمع تمهيدي اول مستمع لا اول مستمع لهم مسمى مو تمهيدي انت سابق قصدك لهم مسمى اول مستمع روضه ليلي لا ما ما دخلت روضة أنا ما دخلت روضة دخلت مع أول باختلاف مسمياتها أنت مدلع مدلع يا مدلع يا مدلع لا بس مدلع يا مدلع يا نجم التلوع تدرون إيش لحقت كان عندنا مدرسة حقتنا اللي في خاط في حاء كانت وفي خاط بعد مدلع كان مدلع كانت عشان في بطاطس في بطاطس لو كله صار مدلع اسمه ديمة ايش قديم هو ديما قديم في قديم واحد شفاش على ما على ما شفاش الاحمر اربع حبات مرامي مرامي كان اذا جاء في المدرسه فاعرف انك رحت البليفارد الحين اذا جاء مرامي لو دقيقه والبطاطس ذاك اللي فيه ريالات البطل بطل بطل هذاك عاد اكسل اي حلو يلا كلكم زين المعلمين المعلمين وقتها والله كانوا يعني والله انا ما اكسب فيه اني اقسم بالله اني ما اشري منه مره شريت تحت وباخذ اشتري خمسة واطلع ريال اشتري لا اشتري لا انا اشتري اشتري المكسب كسبه اشتري القى خمسة ريال ارجع اروح اشتري بخمسة ريال كل مره ثانيه اقري اشتري بريلين لين اخلص انت دعوه تحدي تخبرون الكروت مباريات اي ذي لين جاء فيها فتوى لين جت فتوى وتجمع كذا اخر اليوم طيب هذه انا عندنا بمدينه عسكريه مو ذي صارت هوش عليها وبيتشيت ذي الدايريه اللي تفرها لا 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 زي زي البطاقات ذي البطاقات زي البطاقات البطاقات تضربها اي اي لا انا ما هي ذي انا ما لعبت ذي انا لعبت بس لعبت البرجون لا البرجون النرد هذه اللي تجيك الكوره برجون ما تعرف برجون ذي برجون فيها الابيض على خط نسميه الصيني والثاني العادي نسميه العادي صدق اني ما دريت اللي يوم كبرت انها تشرب من برا لو اني دريت تحت البقاله وشريتها كنت وشو معي خمس حبات ولا 105 حبه تحويشه العمر كيف نظامها انا اصير ابجيبها يمكن بلعبها خلينا نسوي فقره نلعبها هنا خمس حبات معي خمس حبات معك حلو نحط لنا هناك يمكن بيننا حفره ايه ثم انا ابدا انا ارمي انضحت بالحفره اخذت حقتك ارمي ضحت بالحفره خاص العب من جديد ويلا واللي انطحت قبل الحفره خلاص نلعب نسمي نقول ما في تبريح الأرض ما تمرق خليك تلعب وأحيانا مرة صار ديربي قوي جيت أنا أفضل واحد اللي يجيبها جابوا واحد من حارة ثانية جاء تخيل من حارة ثانية جاء لي وين حاتم بري ونجي نجمعي معه 100 حبة نحفر حفرة كبيرة ويحط 100 كلها وأنا 100 حبة وحطها صار كم 200 خلاص ألعب على حبة والعيال متجمعون والله كان حدث وأنا ماسك وماسك
وحطوا هذه حطوا اللي يفوز ياخذها وحطوا حفره صغيره زي حقت الجولف دي وانا ارمي هو يرمي يلا ولا طع وطع 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 ويجي واحد ها يجي اسمه يجي واحد يلقط اللي بالحفره كلها الناس لحقونا جلست ولي معي وصارت هوشه بين حارتنا وحارتهم رجعوا النرد حقنا وتحويشاتنا اعوذ بالله على طاري يا مستمع يسلم انتم بسم الله عليكم تتشعبون في المواضيع عليك انا طالع عشان كملت مع دخلت اول مستمع كانت المدرسه على الخط اخبر انا يوم دخلت كان يسوون المدرسه الثانيه الجديده اللي هي مبنى المعروف المباني الجديده اللي دخلت طالع مبنى قديم كذا يعني عمارة بيت الشيخ عبد الله بن زيد اسمع واستمع مولد البيت فهمت اي مولد البيت اي مولد البيت فهمت علي انا مولد البيت فهمت مولد البيت صدق كم صدق 2000 1900 كم 2002 صدق والله 2002 بس خشمه 96 لان جاي اسلم مبر المهم اقعد سنه معهم درست سنة كاملة كملت سنة معهم فهمتني ايش جربت الوضع صح في البدايات كذا كنت ها يعني ما ادري احس اني باقي صغير على المدرسة اصلا بس اللي كمان كسبتني خبرة اكثر يوم نقلنا المدرسة الجديدة والله يجون العيال الدفعة اللي انا درست معهم صدقني قالوا لازم تزيد سنة ما حسبوا لي اياها قعدت السنة طالع معي اول ما دخلت انا جاي متحمس اصلا احس اني بجي على ثاني ما قلت اني بجي على اول اصامل انا بروح ثاني وش دارس سنه كامل درست مستمع درست مستمع الله اخش ليال كلهم معي واحد من اخوالي معي اثنين من ليال من اقاربنا طلع كلهم انا الوحيد اللي مبسوط عرفت اللي اروح اخذ الكوره مع مدرس واقف الملعب اروح اجمعهم متفاعل انا الوحيد اللي شكت قد بالي من جهه الفكره دي شكت بالي عايش الفعاليه انزل واقول لك انا اقول لك عايش نموت ولا في حصص ولا في ذي حتى في اللي يعني الدراسه هي اللي نفعتني والله صدق ترى الروضه والله لها شرط ما ادري شفت يعني انا ما درست روضه اول ما استمع بس تعتبر روضة. زي الروضه لكن شوف طاري البطاطس اللي يقول في ريال والله كنت صغير ما حد ياخذني تكون معكم سالفه حد ياخذني يعني قبل سنتين لا وين يا رجال ايام زمان لا احنا نسولف عن البطاطس زمان اللي كان في ريال وسطه ايام اول ابتدائي ثاني اول انا ما 5 ريال مرات حبيبي انا حق البطل حبيبي انا ما اشتري انا ما تمشي علي اشتري باربع ريال وفي الاخير خسرتي 3 ريال عشان القى في الاربعه دي ادخل بقاله ما في ايه حركات صح سيم خذ الريال خلي البطل خذها معلم الريال مع البطل يوقع على طال عطني بقاله مفتح يكون الايس كريم اللي فيه 5 اصابع بيبسي وبيبسي بيبسي خل الايس كريم ابي البيبسي بس بيبسي انت خبر الايس كريم ذاك اللي اخر علك تدري باللي كان غابني من الدراسه اللي يجيب غوار يبيع لنا بريال يشتري 10 بريال ويجمدها في البيت يبيع واحد ومكسبه كم 1000% يا الغالي وين طب تبي ريال تبي بسكوت انقرض وين انت عندكم يبيع له غوار كامل اشتري من بكم واحد واحد الحين الغوار تخبر اول كم بريالين كم بريالين كم في الكيس حبه الكيس ايه فيه 10 حبه حلو واحد منهم ايش يسوي يثلجه ايه؟ تمام يقسم الغوار يقسم قسمين كذا قسمين هذا مدري حاتم يوم مسك يطلع مكسبه 18 ريال والله هذا بيه لازم هذا هو كان يسويها الحين والله ما شاء الله تبارك الله ترى عنده محلات وعنده تجاره بجيبك بسكوت انقرض ابي اشوف من اللي يعرفه وش ميرو ميرو الاسود اللي زي المارس لو كان الموز انقرض ترى سافوري موز سافوري الموز سفاري بس مو مثل ذاك تبي لك سفاري 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 حويده من يعرف الحويده وش الحويده وش ذي هذا تعرفون كيس اللحم يحطوا فيه عصير يجمدونه ويقطع يقعد يمصمص الطرف ذا يقطع ذا ما لحقت عليه يباع بريال قديم قد كان يهبون فيه غازيات هذا بيسوي انه عاش في حياه العصوف هد والله اني صادق والله والله كل عنده في حايل لا في القصيد لا عيال من لحق على الرميه متايبه اوه صدمتني بعد المدرسه اسجلها فيديو تجي عدل الاريال
رمية أبي الملتهب ما أخذها وما أخذ الكرة في البيت وما أجي عند أبوي ورمية أبي الملتهب مص يلحقني رمية الملتهب تجو يا لا لا بس لكم حاجة في لعبة في لعبة كنا نلعب صراحة العصير العصير اللي تعرفون الكوب حق الماء اي 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 برتقال هذاك هذاك لون وسكر اوه ليمون برتقال اناناس ايش في لعبة في لعبة عادي في لعبة كنا نلعبها ما اللي يعرف ما اللي يعرف الحلاوة الطحين ذيك الحلاوة ايش الحلاوة اللي زي العصا زي نص العصا ذي تسحبه اللي تسحبه الطحين لا لا في لعبة في لعبة كنت تلعبها في حلاوة كنت تحطونها قرقرقر ايوه هذا أيوة كنت بقول هذا موجود موجود من يذكر الحلاوة الزرقاء لا الحين موجود من يذكر الحلاوة الزرقاء اللي تلون اللي تلون اللي تطلع كانك مساعد زاهر ايه ايه على شكل مكنسة لا لا خلفي في لعبة في لعبة كنت تلعبونها ولا لا اللعبة اللي كنتوا تسوون اذا جيت جلسوا في البيت ها هذه اذكرها ايام قديمة يلا يذكر ايام العزائم اللي امي رحم امي تعزم امك بالحاره ونتجمع كذا ويحشرون الحريم صدق الخبر ان المعزومات عند بعض كذا والبرعان تسولها تحركون ودخلنا نتلفت يا اخي من ابسط الاشياء نسوي شيء قبل الحين البرعان اذا جو الحين وجي ذا ها يجي انت عطني جوال اي الجوال والله اختي مسك عمرها ما شاء الله تبارك عمرها 4 سنوات بنتك تطلع ها تطلع اختي ابن الحلال تطلع مسك يحق لها ما يحق الغير اسمع تطلع ها والله انا تطلع كذا وترف وكانت تسوي والله العظيم الحين نقفل الجوال نقفل اليوتيوب تعرف تدخل جوجل تدخل جوجل من اليوتيوب تروح جوجل تكتب يوتيوب قبل العشاء ايه قبل العشاء اسمع وش نسوي احنا ايام جيلنا كنا شو نسوي نجي تذكروا ما ادري مرتوا عليه ولا لا او نلعب لعبتين اللعبه الاولى نتجمع نحط لنا انا امسك هالكر نحط لنا بيت نغطيه بشرشف جلال الصلاه تغطيه كذا هذا بيت انا اي بالكلمات غطى الكلام ذكرت ولا اللعبة حبيبي انا خيل حاتم حاتم انا لي خيل بشرح لك لعبه لي خيل بشرح لك لعبه اسميه الخيل الابيض هاي شوف شوف طبعا هاي شنو انا اشرح لكم لعبه اشرح لكم لعبه تدق عادي يا حاتم خلاص